إن أنا عايز حضراتكم نطلع بالحلقة دي كده بس النهاردة بالصبر الصبر والعمر خلاص هتقولوا لي بس يعني ده, ده لسه الكلام كتير قوي أنا عارف إن الكلام كتير بس نركز بس على دول لإن يا ما قلنا كلام وهنقول كلام وغيرنا هيقول كلام خلاص عن الآليات بقى والمراحل ونعمل إيه ونصحي إزاي بالليل ونلبس حفظة ولا ما خلاص كل ده مع احترام كلام مهم جدا ولكن إذا لم يقترن بالصبر المطلق في اثناء تعليمنا للاطفال المهاره دي هذه هذا امر لا جدوى منه. كل اللي احنا بنقوله ده مش هيحصل منه نتائج كويسه بعد الشهر يعني. خلاص؟ اذا عملنا كل الحاجات دي وعملناها صح وكل حاجه بس ما كانش الطفل تم سنتين لسه بدري عن كده. هيبقى امر خاطئ. فهمتوا قصدي؟ يبقى المساله هنا المعلومات اللي بنقولها لحضراتكم مش بالكم. ولكن بقيمة المعلومة اللي أنا عايز حضراتكم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أرجو الله سبحانه وتعالى أدعوه أنكم تكونوا اقتنعتوا بالنقطتين دول بنقطة الصبر ونقطة العمر العمر اللي بنبدأ فيه والصبر المطلق شوفوا أنا عمال أكررها كم مرة جربوها مش هتخسروا جربوا بس اللي أنا, اللي أنا بقول لكم عليه ده ولو حد بدأ الموضوع يراجع كده ويقول طب ما أبدأ تاني بقى زي ما قال الدكتور محمد ونبدا بقى بصبر كده وبهدوء اعصاب والله هتحصلوا على نتائج ممتازه ان شاء الله. تمام؟ طيب خلال السنتين الاوائل من عمر الطفل خلاص؟ طبيعي ان الطفل بيقوم بعمليه الاخراج التبول والتبرز ودي بتكون فرصه ممتازه لارساء اول قاعده في قواعد التعلم. انا هنا بقى بكلم الامهات والاباء اللي لسه اطفالهم ما تموش سنتين. فانا بقول لكم عندكم فرصه هايله انكم تعلموهم حاجه ليها علاقه بالمهاره دي ايه هي انكم اثناء تغيير الحفاظه يعني اما تغيروا الحفاظه سيبوا الطفل فتره من غير حفاظه مش انتوا بتلبسوه بقى حفاظه جديده ونظيفه وبتاع خلاص انتوا غيرتوا له بقى نظيفه زي الفل سيبوه حبه حبه كده من الوقت دقائق ما تزودوش عن يعني مثلا ما تزودوش دقائق كتير بس سيبوه شويه ليه احنا هنا بنخلي الطفل ينشئ في عقله منعكس لا ارادي ويبتدي يفكر ان الحفاظه اللي اتشالت دي اللي اتشالت دي ها؟ كانت اتشالت بعد عمليه اخراج. بعد ما انا عملت عمليه اخراج كطفل تبول او تبرز. فلما اتشالت اه يبقى هي دي ليها علاقه بان انا ما بعملش دلوقتي. يبقى انا كطفل مش لابس حفاظ انا بقول لكم هنا الفكره اللي عايزين ننميها جوه عقل الطفل يبقى انا مش لابس حفاظه عشان انا مش بعمل دلوقتي جربوا الحكايه دي شويه ولا يجب ان احنا نقصر فتره ترك الطفل بدون حفاظه لبعد التغيير فقط خلاص لا ممكن كده م... انتوا شايفين كده ان هو عمل مثلا كانت الساعه مثلا واحدة الظهر خلاص وحضرتك غيرتي له لبس حفاظه نظيفه وبتاع وانتي عارفه انه مش هيعمل الساعه 2، انتي خلاص ابتديتي تدرسي وابتديتي تعرفي من خلال تغييرك للحفاظات امتى الحفاظه بتغيريها وبتبقى ناشفه وامتى بتبقى مبلوله وامتى بتبقى زياده قوي في متعبيه قوي وهكذا، خلاص تقومي بعد ساعه ولا حاجه تروحي مقلعه الحفاظه شويه. خمس دقائق. وتلبسيه الحفاظه ثانيه، دي كلها تدريبات. دي كلها تدريبات. لازم كمان تهيئوا البيت بعد كده انا بكلم بقى الامهات والاباء اللي هيبتدوا يعلموا اطفالهم المهاره دي بقى اللي هم ولادهم عدوا خلاص سنتين تبتدوا تهيئوا البيت لعمليه التعلم هتقولوا لي نهائي البيت ازاي يعني يعني ده هيتعلم المفروض في في الحمام اقول لكم لا هو هيتعلم في الحمام اه مش لا مش لا على الحمام هيتعلم اه ولكن هو هيكون منطلق في البيت كله تشيلوا السجاجيد كلها أنا بقول لكم بقى النصائح العملية، لسه ما اتكلمناش في الطب دلوقتي. شيلوا السجاجيد كلها. خلاص؟ إيه لو في مكان الطفل أنتم عارفين إنه بيحب يقعد فيه يبقى يتحط عليه مثلاً مشمع أو حاجة زي كده، الكنبة اللي هو مثلاً بيقعد عليها كتير وبيطلع وبينزل وبتاع تحطوا عليها مشمع كتير، تبقوا جاهزين بأدوات النظافة. ما تضايقوش، ما تزعلوش. ما هو مش هيتعلم إلا كده. خلاص؟ وجود طفل في البيت يا جماعه بيستلزم تغيير مناخ البيت كله. لحساب الطفل مش لحسابنا نحن اقول لكم حاجه زي ايه؟ مش انا لسه كنت بقول لكم ان احنا نسيب الطفل من 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 غير حفاظه شويه صح كده؟ ده يستلزم مننا ايه؟ ان احنا نقفل تكييف لو شغال او نقفل المروحه عشان الطفل ما يبقاش يعني نصه الاسفل كده ما فيهوش هدوم وهو في طيار هواء. هنقول بس الدنيا حر يا عمي, يا عمي عندك ابن دلوقتي عندكم بنت عندكم ابن اعملوا لمصلحتهم مش لمصلحتكم انتوا افترضوا ان ال... ال... التيار الكهربائي كان قاطع لفترة من الوقت